وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها. ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها، إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، ولكن اقدروا لها قدرة. ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل، ولكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو تقصير في الطلب، يقصر الإنسان فلا يطلب ولا يتأمل ولا يفتش فيشتبه عليه الأمر. أما الواقع فإنه ليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب والسنة، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة.